زلزال ثلاثة يضرب المنطقة الصناعية في عسير وآخر يدك تجمعات المرتزقة بمعسكر المأس في مأرب. مقتل وأسر 22 من مرتزقة العدوان خلال صد زحف لهم في أطراف صحراء ميدي. أكثر من 150 غارة هستيرية لطيران العدوان على عدد من المناطق والأحياء السكنية في مختلف المحافظات. مجلس الأمن يحث أطراف الأزمة اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، ويؤكد موقفه الثابت والمتمسك بسيادة اليمن ووحدة أراضيه. وفيما الجيش السوري يحرز تقدما جديدا جنوب مدينة حلب، ديمستورا يؤكد أن الأمم المتحدة ستدعم الاتفاق الروسي الأمريكي المرتقب حول سوريا.